ترواز السيم ربوح ديما ملي كنركب في شي هوندا ولا في شي طاكسي جاب الله كنتلاقى مع داك مول الطاكسي ولد الناس لحقاش تجيب عندي كيطيح ليا منو اي حاجه واليوم طاح ليا منو التليفون عاوتاني وردوا ليا مول الهوندا الله يجازيك لوز اوفردوز صباحكم مبروك معكم العزاوي تساوي ومرحبا بكم في قناتكم العزاوي فاميلي وفلوق جديد هيا ابتسام ولا الدار هاي بس صباح الخير راه هو يونس كيضرب في الرضاعه ديالو المهم غنمشيو ولا قادر نضرب واحد الدويره وغنديوكم معنا في نفس الوقت غنحضروا داك الميطاب اللي كاين نزهاو فيه كاملين يلا نهار الاول عندنا في قادر شوفوا الجو كي داير كنتمنيت قد الجو شويه باش نخرجوا ندور يو يلا وصلنا الخوت كيف ما كتشوفوا كاين الشتا داكشي علاش نريحوا حتى نتغداو عاد نخرجوا نضربوا دويره في اكادير ما نخليو حتى بلاصه من دوك البلايص السياحيه اللي حنا بغينا نشوفوهم وي نصور حد قال لك وي المهم غندورو في كاع البلايص الزوينين في اكادير وحتى نتوما غدورو معايا قال لهم باي باي يلا بدينا الفلوق وقال لكم باي باي هو هشام كيمي صافي صافي برضو معاكم العزاوي تساوي انا هو العزاوي تساوي هشام ديجا لقيناه كيتسنى في المحطه شكرا خويا هشام شكرا يا خويا شكرا بزاف ومرحبا بكم في اكادير الغداء منعش والخبز والفرماج شدينا هاد لابارتمون كريناها تقريبا بواحد الثمن اللي مناسب بزاف وزوينه جات في وسط المدينه يعني واعره فيها شي حوايج ما عندناش حنا في الدار كاينه واحد الحاجه عندنا في الدار شنو هي؟ مقلاه عندنا بحال هذا عندنا بحال هذا نجيبو زيت العود فين هو زيت العود؟ كرينا الدار مع زيت العود دغيا جينا رونا الدار شوف جار هادي الحوايج ملوحين ولي ولي دير لايك سرع عريان عندي عندي لك ليموجي شتكشي 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 عريان هذه التجربه الاولى ديالنا اول فلوق برا المدينه ان شاء الله الا نجحات سكات سكات كان فلوقي سكات رسطونا كما قلت لكم هذه التجربه الاولى الا صدقات ونجحات لنا القضيه ودوزنا وقت زوين واكيد غندوزو وقت زوين غادي ندورو المغرب كامل ومن بعد نقدروا نخرجوا المغرب على حسب الامكانيات المهم هذاك هو الطموح ديالنا وهذا ما كان ما شفتش الجاكيطه فيه البرد تسيق تسيق الدراري والله الا تسيق البرد نتفقوا على واحد الحاجه غندورو وما غنشريو والو علاش علاش ما جبنا والو امبوسيبل المهم هذا وصلنا دابا لسوق الحد وجينا لينا الحد على اساس ما نلقاو فيه حتى حد لقينا فيه اثنين والسبت ولا اربعه والخميس والجمعه عامر تبارك الله القضيه زاهية ايا تا ذهب لواه شي حاجه كتبري لواه دوزي يلا الماكله الحلوه شي حاجه بحال هكا ذهب لا وكوكا عباد الله تكريسيني دابا ضربنا دوره خفيفه ظريفه يعني غير دزنا من هنا وصافي لحقاش قريب لينا للدار اللي كرينا ومره اخرى غنرجعوا باش نتقداو بزاف ديال الحوايج اللي عجبونا فيه كل حاجه عندها بلاصتها يعني بلاصه الجلد بلاصه الصباب كيما داكشي زوين بزاف غنشدو طاكسي لاكوت لحقاش اليوم داز في شكل شي 5 سوايع ديال الطريق من كلميم حتى لاكادير وجينا نعسنا واحد 4 سوايع اخرى لقينا النهار داز دابا راه العشيه عشات والليل راح المهم للاسف دقنا غنرجعوا للسوق ما بقيناش غنمشيو لاكوت يعني غنخليوه غناجلوه حتى الغدا ولا بعد يعني مازال غادي نضربوا دويرات زوينين في مدينه اكادير وما بقاش لينا فلوس طاكسي لاكوت لا ماشي على هكاك طاكسيات تقول واش لقينا شي طاكسي حتى من الطوبيس كيدوز كنلقاه عامر يعني عينا ما نتسناو في الاخر غنرجعوا للسوق نكملوا الدوره ديالنا اصلا كما كملنا الدوره في السوق كتبقى هذه البلاصه ديال الصناعه التقليديه هي احسن بلاصه حقاش كتشوف فيها حوايج مصنوعين باليد وزوينين بزاف كياتيريو اكثر كيخليوك تحس بشويه ديال الاصاله والمعاصره وداكشي عرفتي شنو عزيز عليا داكشي قديم شوفوا شنو لقيت واحد من اقدم الراديوات في العالم واو
ايامات الزمن الاصيل والموسيقى الاصيله والموسيقى اللي زوينه اللي كتسمعها وكتخليك يعني تحس بالمشاعر ديال داك اللي كيغنيها، ماشي دابا ديال هادشي ديال النايضه والتخربيقات. لالا كبير هادشي وزوين بزاف بزاف بزاف. هشام اللي ولد هنا وقال لي تلف على الباب فين كاين. والله العظيم انا تنتلف على الباب من بعد المرات واخا ولد اكادير. سوف نضرب المسمن، غنقصاو شويه ديال المسمن واللعيبات، وحتى الماكله هنا رخيصه اصلا. شحال واحد كيقول لي الا مشيتي سوق الحد غتلقى بزاف ديال الحوايج غاليين ما كيغليوش، غير الا عرفوك في الشكل زعما عادي انهم يقدوا يديروها بك والله ما يعقلوا عليك، ولكن الا شافوك زعما نزق غينزل معاك للطراب اي حاجه غتاخذها بثمنها كيف ما كتاخذها بمدينتك ربما كاع عقل. غادي بغات الذهب. ويلي ويلي شنو بغيتي نشري لك؟ ها شنو بغيتي نشري لك؟ تعال نوصلو عندو نوريك شنو اش كتشوف فيا. اوه هينا ديال بصح. المهم الفلوق ديال اليوم سهلة، كنتمنى تكونوا قبلتوا علينا لحقاش كان خفيف ظريف بحكم اننا ضربنا تمارة في الطريق وعينا بزاف ومشينا لشي بلاصة معينة من غير سوق الحد. غدا تسناو الفلوق ديال الميطاب غنمشيو ندوزو النهار كامل في البلاصه فين كاين الميطاب ويونس قول لهم باي باي حتى الغدا تهلاو.